طبعا في البدايه حابب طبعا ان انا اتوجه بالشكر طبعا للايجو سامت في السنه الثالثه بتاعتها، وطبعا اخص طبعا بالشكر طبعا اخويا وصديقي الاستاذ الدكتور عصام بديوي على طبعا الدعوه الكريمه دي، وكل طبعا الاورجنايزنج كوميتي. المحاضره بتاعتي النهارده عنوانها هاو تو افويد ميسنج هيباتوبيليري كانسرز. الاجنده بتاعتها طبعا فيها شويه انترودكشن، جلوبال بيردن، ايه الراشونال ليه محتاجين نعمل كده، وهنتكلم على سبيسيفيك هيباتوبيليري كانسرز وفي الاخر نسمرايز القصه بتاعتها. طيب وورلد وايد في عندنا 841,080 كيسز اوف ليفر كانسرز وذ نيو 781,631 ديثز، وعندنا 219,420 جول بلادر اند بيليري تري كانسرز و165,087 نيو ديثز during one year، وده according للجلوبو كان او الجلوبال كانسر ستاتستكس. اخر رقم او اخر ابديت كان اتعمل سنه 2018. عندنا بيردن كبير جدا للهيباتوبيليري كانسر زي ما حضراتكم شايفين، ان البوث مورتاليتي اند موربيديتي عاليه جدا في البوث سكسز. في الرجاله ممكن حاجه زي الليفر كانسر بتيجي في المرتبه الخامسه من حيث الاصابات، والمرحله الثانيه او المرتبه الثانيه من حيث الديثز، وكذلك طبعا في الفيميلز ما هياش متاخره قوي، يعني ممكن في الانسيدنس بتاعها مثلا تيجي نمره 9 او 10، ولكن ايضا على مستوى الدث بتيجي نمره 6. اذا عندنا راشونال مهم جدا جدا ان نتيجه ان في ديفلوبمنت حصل في المانجمنت سواء سيرجيكال او نون سيرجيكال لهذه الهيباتوبيليري تيومرز، ان احنا محتاجين ضروري جدا جدا ان احنا نكتشف هذه الكانسرز از ايرلي از بوسيبل، لان هو ده اللي هيقدر يخلينا نقدر نعالجها ومن ثم يبقى عندنا بيتر بروجنوزز. نقدر نعمل القصائد دي ازاي؟ عن طريق السكريننج، عن طريق ادفانسز جديده في البايو ماركرز او في الايمجنج موداليتيز، مش بس كده ولكن كمان في عندنا اندوسكوبيك تكنيكس. طيب ايه الكلاسيفيكيشن؟ عندنا هيباتيك تيومر سواء بناين او مالجنانت، بيليري تري تيومرز انكلودنج الجول بلادر في البناين وفي ايضا المالجنانت. بنقسمهم بكده طبعا مالجنانت عندنا هيباتوسيل كارسينوما ومش عارف فايبروميلر والانترا هيباتيك كولانجيو كارسينوما الخ الخ، وطبعا الميتاستاسيس عندنا حاجات بناين دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا دلوقتي، وكذلك في البيليري تري طبعا يجي على راسهم طبعا الكولانجيو كارسينوما وكذلك الجول بلادر كارسينوما، بالاضافه طبعا لحاجات بناين. طيب هاو تو دو ذات، هاو تو دو ان انا يعني دو نوت ميس الكانسرز اللي بهذا الشكل. طيب هنتكلم عليهم واحد واحد. اول حاجه هنتكلم عليها الهيباتوسيل كارسينوما. انا عارف طبعا ان اتكلم قبلي الاستاذ دكتور يعني محمد القصاص اكيد طبعا يعني احسن مني مليون مره، ولكن بس هنحط شويه بوينتس كده بسيطه عشان نبقى عارفين القصه بتاعتنا، وكمان هقول في حته ليها الانبوت بتاعنا والبيرسونال اكسبيرينس بتاعتنا في القصر العيني وفي الاندوسكوبي يونت بتاعتنا. اهم حاجه طبعا في القصه بتاعه الهيباتوسيل كارسينوما هو طبعا السيرفيلنس واستخدام طبعا البايو ماركرز المختلفه. ازاي نعمل ده في الهاي ريسك جروب؟ يعني اي عيان سيروتيك او اي عيان عنده اتش بي في، وده كل السوسايتيز قالت كده، الابازل، الايزل، الاي اس ال دي، كل السوسايتيز قالت ان العيانين السيروتكس والاتش بي في لازم يبقوا سيرفيلد. طيب يعني هل ده بيفرق؟ اه بيفرق جدا جدا، لدرجه ان هم لقوا ان انا لما اعمل سيرفيلانس للعيانين بالشكل ده عندي السرفايفل بعد سنه 66%، بعد خمس سنين 46%، بينما قالوا للنون سكريند او النون سيرفيد بقوا بعد سنه 31% بس منهم اللي موجودين، وبعد 5 ييرز غالبا غالبا ال 0% منهم اللي هيبقوا موجودين ما دام ما عملنا لهمش سيرفيلانس. طيب الكورنر ستون في القصه دي طبعا هو الكونتراست انهانسد سي تي او الام ار اي. السنسيتيفيتي بتاعتهم طبعا كويسين جدا جدا، ولكن بتفرق على حسب السايز اوف ذا نوديول. يعني لما يكون السايز اوف ذا نوديول اكتر من 2 سنتي يعني بيوصلوا طبعا ل 90 واكتر من 90%، 1 ل 2 سنتي بنتكلم في 70%، والبوزيتيف بريدكتيف فاليو يعني لو شافوا الحاجه بتبقى 100%. ايه المشكله كلها في ايه؟ لما يكونوا اقل من 1 سنتي، لان ساعتها السنسيتيفيتي بتقل ل 33 الى 45%. طيب بالام ار اي هنشوف ازاي.
هنشوف طبعا في الارتريال فيز ايرلي انهانسمنت وفي البورتال او الفينس فيز هنلاقي ووش اوت، وفي الديليت خالص هنلاقي ان لسه في ريميننج ريم انهانسمنت، وده طبعا في التي 1 ويتد هيبقى يعني هايبو انتنس، وفي التي 2 طبعا هيبقى هايبر انتنس. زي ما احنا شايفين كده ده البري كونتراست، ادي هو بعد في الارتريال فيز عندنا الانهانسمنت واضح جدا، بعدين في رابيد ووش اوت، وبعدين في الاخر بيتبقى لينا في الديليت فيز الريم بتاعه الداي. ده المنظر في الام ار اي. في السي تي المنظر ربما ما بيفرقش كتير، كذلك برضو عندنا هايبر اتينويتنج، ويبقى عندنا ايرلي انهانسمنت، ويبقى عندنا ووش اوت، وطبعا كلنا بنشوف القصه دي. طيب ايه الحاجات الجديده؟ الحاجات الجديده اللي هو زي الكونتراست انهانسد الترا ساوند يوتيلايزنج السكند جينيريشن كونتراست ايشن زي السونوزايد، وده طبعا يعني المنظر بتاعه في بالكونتراست ادينا بنشوف اهو، حاطين الدوبلر عشان نشوف الفيسلز، ادينا السونازويد اهو، هنبتدي ان احنا بعد شويه هنلاقي طبعا ادي الفيدنج فيسلز، وهنلاقي طبعا ايرلي طبعا فاسكولاريزيشن للاتش سي سي، وبعد شويه اول ما تبتدي بعد كده الكونتراست تروح ادينا شايفين اهو الووش اوت، وابتدى ان يبقى السونازويد يبقى موجود في النورمال تيشو، وادي الريميننج ريم بتاع الداي زيها بالظبط زيها زي الام ار اي وزي السي تي. طيب ايه الريسنت اوبشنز الثانيه؟ ان في دلوقتي نيور جنريشن من الام ار اي حاجه اسمها نان جادولينيوم بيزد سوبر بارا ماجنتيك ايون اوكسايد نانو بارتكلز، وعندنا طبعا الجادولينيوم بيزد هيباتوبيليري ايجنتس المخصوصه بده، وزي الجادوكسيتيك اسيد او اللي هو الايو فيست، ودول لقوا ان هم ليهم ديليد هيباتوبيليري ابتيك فيز زي المنظر بتاعها في الام ار اي كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب وات اباوت الميتاستاسيس؟ بالنسبه طبعا للميتاستاسيس عارفين كويس جدا جدا ان الميتاستاسيس ده 40 times more common than البرايمري هيباتيك تيومرز، يعني لما الاقي تيومرز في الليفر 40 مره ضعف ان هم يكونوا ميتاستاسيس عن ان هم يكونوا برايمري هيباتيك تيومرز. ممكن يجوا منين؟ كل الجاسترونتستاينال تراك، سي ار سي، بانكرياس، ستومك، اوسوفيجاس، طبعا بيجي من البريست، بيجي من اللونج، جينيتيورينري، ميلانوما، اي حاجه. بالسي تي طبعا كلنا عارفين المنظر بتاع الميتاستاسيس هايبو اتينويتنج، ويبقى عندنا البريفرال انهانسمنت، وده طبعا عاده بيبقوا مالتيبل زي ما حضراتكم شايفين كده، او في الام ار اي كذلك برضو هيبقى غالبا في الارتيريال فيز هايبر فاسكولار مالتيبل اند هيتروجينس، وغالبا في البورتال فيز هيبقوا ايزو اتينويتنج، وفي التي 1 هيبقوا فاريبل هايبو انتنسيتي، وفي التي 2 طبعا هتبقى هايبر انتنس زي ما حضراتكم شايفين. ده في التي 1 طبعا هيبقوا اتينويتنج اهي، وفي التي 2 هايبر انتنس زي ما حضراتكم شايفين. طيب السؤال القوي، should EUS replace CT or MRI in detection of occult hepatic lesions؟ الاوكلت يعني ايه اوكلت؟ يعني الليجنز اللي هي الصغيره اللي هي اقل من 1 سنتيمتر. وهنا بقى ده يبقى ليه الايو اس؟ طبعا عارفين السنسيتيفيتي زي ما احنا قلنا اكتر من 2 سنتي بيبقى 90%، والسنسيتيفيتي بيدروب طبعا في ما بين 10 الى 20 مللي الى زي ما احنا قلنا 71%، وفي الام ار اي وفي السي تي لغايه 65%، ينزل جدا جدا يبقى ثلاثينات واربعينات لما ننزل اقل من 1 سنتي. طيب ايه الانبوت بتاعنا؟ الحقيقه التيم بتاعنا طبعا برئاسه طبعا الاستاذ الدكتور حسين عكاشه، طبعا الموست يعني تالنتد اند بايونير في الاي او اس، عملنا استدي على 730 عيان عملوا اي او اس نتيجه طبعا نون جي اي او ثوراسيك مالجنسي، وفي ال 730 عيان دول اكتشفنا فوكال ليجنز في 151 عيان، طلعوا 118 منهم ميتاستاسيس. كل العينين دول طلعوا عملوا سي تي او ام ار اي، والسي تي والام ار اي لقوا الفوكال ليجن في 99 عيان بس، الاي او اس لقاها في 151، والميتس كانت في 82 عيان، احنا في الاي او اس لقينا الميتس في 118 عيان. طبعا الماجوريتي اوف الفاينل دايجنوزز في البرايمري ليجنز والليفر ميتاستاسيس كان ريتشد عن طريق طبعا ايه؟ الاي او اس اف ان اي، اللي هو سهل جدا جدا انه يتعمل في نفس السيتنج بتاع الاكزامينيشن، وطبعا كومبليكيشنز اقل بكتير. ده المنظر بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين مالتيبل ميتاستاسيس في الاي او اس، وزي ما انتم شايفين دلوقتي ان ممكن اشوف از سمول از 8 مليمتر ليجن في الليفر، ومش بس كده زي ما حضراتكم شايفين ادي النيدل اهي اقدر اخد منها بايوبسي. طيب
خلينا نشوف ادي المنظر، ادي اهو ايه بالاي او اس، شايفين منظر الهيباتيك ميتس واضحه جدا جدا، في عندنا ثلاثه او اربعه هيباتيك ميتس متشافين كويس جدا جدا. مش بس كده، انا ممكن اعمل الاستوجرافي، يعني احط عليها اللي هو السترين بتاع الالاستوجرافي، وزي ما حضراتكم عارفين ان في الالاستوجرافي ان بيطلع الفوكال ليجن المالجنان يطلع ازرق زي ما انتم شايفين كده، معناه ان اتس هارد، معناه ان دي غالبا طبعا مالجنان. مش بس كده طبعا، عندي الاوبشن الرائع جدا جدا ان سهله جدا في نفس السيتنج، يلا هات فاين نيدل واقدر اخد منها بايوبسيز وابعت ويبقى عندي ديفينيت دايجنوزز فروم وان سنجل سيشن. طيب ايه الادفانتجز طبعا بتاع الاي او اس واليو اس اف ان اي؟ انه طبعا ماينور بين، ما عنديش سكين بانكشر، بافويد طبعا البلاد فيسلز، ممكن اكسس كل البارينكما كويك وسيف، واقدر اخد مالتيبل باسز ما عنديش اي مشكله، ومن البوث لوبز اقدر اشوف الليمف لودز بتاعتي كويس جدا جدا. طبعا معروف ان الموربيديتي والمورتاليتي بتاعت اليو اس اف ان اي حاجه يعني تكاد لا تذكر، يعني تقريبا شبه ما فيش مورتاليتي، 2% في المية، والموربيديتي حتى اقل من 1 من 10 في اقل من 1%، وطبعا السكسس ريت فيري هاي اب تو 100%. نيجي بقى طبعا تاني حاجه او تالت حاجه اللي هي الكولانجيو كارسينوما. الكولانجيو كارسينوما زي ما حضراتكم عارفين عندنا انترا هيباتيك وعندنا بيري هايلر وعندنا ديستال. الانترا هيباتيك دول يعني غالبا بيتشافوا شبه الاتش سي سي، ولكن دول بيبقوا جايين منين؟ اوريجين جاي من اي حاجه ليها دعوه بالبيليري ابيثيليوم، ديستال للسكند اوردر داكت، وزي ما قلت لحضراتكم بتتشاف كانترا هيباتيك ماس، فاقدر اشوفها طبعا بالسي تي، وبالسي تي هتبان لي ان انهانس في الاول يعني قبل الداي هتبقى هايبو او ايزو اتنيويتنج، يعني ممكن ما تبانش خالص، ولكن في الارتيريال فيز هتبقى رابيد بريفرال انهانسمنت، وهيبقى في الديليد فيز عندي سنترال انهانسمنت، لانها هتاخد الفيدنج فيسل او هتاخد الداي من البريفري للسنتر بتاعها، وفي الديليد فيز هيفضل متبقي عندي السنترال افكشن. ادي المنظر اللي متشاور عليه السهم بتاع الكولانجيو كارسينوما في الانترا هيباتيك، وكذلك في الام ار اي نفس الحاجه تقريبا، هيبقى عندي ديليد سنترال انهانسمنت، وفي التي 1 هتبان هايبو اتنيويتنج، وطبعا في التي 2 غالبا هتبقى هايبر انتنس زي ما حضراتكم شايفين كده المنظر. وده طبعا بحب استخدم فيه بقى الجادوكسيتيك اسيد اللي هو او الايو فيست اللي انا لسه قايل لحضراتكم عليه ان ده ليه ديليد هيباتوبيليري فيز، فتبان جدا جدا في الديليد هيباتوبيليري فيز بتبقى واضحه جدا جدا. الانترا هيباتيك سي سي اي ده بيبقى انلايكلي، يعني مش زي الاتش سي سي في ايه شويه طبعا في البيهيفير زي ما قلنا لحضراتكم. نمره 2 الالفا فيتو بروتين مش هيبقى عالي، السي اي 19 9 هيبقى طبعا عاده عالي، وعاده بنقول ان السي اي 19 9 لاكثر من 129 غالبا ده سبيسيفيك ب 98% للسي سي اي، بالذات في العيانين بتوع البرايمري سكليروزنج كولانجايتس. البيري هايلر والديستال تقريبا الاثنين دول بيتعاملوا نفس المعامله، البيري هايلر اللي هم طبعا من السكند اوردر في اي مكان في السي بي دي لغايه السيستيك داكت، وطبعا الديستال هو من السيستيك داكت لغايه الامبولا اوف فاتر. مايكروسكوبيكالي هيبقى شكلها سكليروزنج، يعني هيبقى غالبا باينه على اساس ان هي شكلها ستريكشر لايك في الايمجينج، سواء طبعا في الاي ار سي بي او كده. بالكونفنشنال سي تي هنشوفها ب 92% الاكيوريسي بتاعتها، ولكن سام تايمز بتاندر استيميت البروكسيمال تيومرز اللي هي بعد السيستيك داكت. ممكن عندي حاجه اسمها سي تي كولانجيوجرافي، ده بيبقى احسن شويه في حالات السي سي اي، وطبعا الام ار سي بي هو بيظل طبعا الموداليتي اوف تشويس. عندنا اوبشنز ثانيه زي الكولانجوسكوبي، وطبعا عارفين تطور الكولانجوسكوبس لغايه لما وصلنا للسنجل اوبريتور كولانجوسكوب، وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده المنظر بالكولانجوسكوب، ادي ستريكشر، واقدر كمان اخد منها طبعا بايوبسيز، واقدر طبعا ان انا اقدر اريتش في الستريكشر بتاع السي بي دي، يعني بدايجنوستيك ييلد كويس جدا جدا في وجود هذه الكولانجوسكوبس اللي هي السنجل اوبريتور. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ادي المايكرو فورسبس اهو، اقدر من خلاله ان انا اخد بايوبسي، وكمان ممكن اركب طبعا ستنت واركب جايد واير وكل الكلام ده.
تمام. طبعا عندي ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها البروب بيزد كونفوكال ليزر اندو مايكروسكوبي اللي هي عن طريق التكنولوجي بتاعه السلفيديو، وطبعا السلفيديو ده طبعا ده الاوبريتور، وطبعا البروب بيخش من الثيرابيوتيك تشانل، وده بيبقى المنظر بتاع السلفيديو يعني بيشوف الار بي سيز حتى وهي ماشيه جوه التيومر فيسلز، وده المنظر بتاعنا. كذلك الاي او اس ممكن يساعدنا بالذات في الديستال كولانجيو كارسينوماز. ليه طبعا الاي او اس؟ الام ار سي بي والاي ار سي بي والكلام ده اليلد بتاع الباثولوجي سبيسيمنز بتاعهم مش حلو، ولكن الاي او اس بيتفوق ان السبيسيمن بتاعه بيبقى اقدر ان انا اشوفه كويس. وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ادي ديستال سي بي دي ماس اهي شايفينها واضحه جدا جدا في الاي او اس، واقدر طبعا عن طريق ان انا ادخل نيدل اللي هي بتاعه الاف ان اي اقدر طبعا ان اخد منها بايوبسي زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو دلوقتي، وطبعا ده بيدي طبعا ييلد هايل جدا. عندي كمان الانتروداكتال الترا ساوند وده بيديستنجوش البناين من المالجنت ستريكشرز، وبيمبروف طبعا الاكيوريسي بتاع اللوكال تيومر ستيجنج، عشان طبعا بالذات في الديستال سي بي دي تيومرز اللي هي طبعا ممكن يتعمل لها الويبل، وده طبعا المناظر المختلفه لليجنز يعني ده منظر ستون، ده منظر ستريكشر، ده سي سي اي انسايتو، وده يعني فانجيتنج سي سي اي. بالنسبه للجول بلادر كارسينوما ده موست كومن مالجنسي اوف ذا بيليري تراك، وبيجي المركز الخامس في الجاسترو انتستاينال مالجنسي، يوجوالي بيبان هايبودنس ونون انهانسد في السي تي، وويل ثيكنينج بتاع الوول بيبان كويس جدا جدا، وعاده الثيكنينج بتاعه بيفرق عن الكرونيك كالكولر كوليسيستايتس ان بيبقى الثيكنينج اسيمتريكال ثيكنينج، بينما في الكرونيك كالكولر كوليسيستايتس عاده بيبقى فيه يونيفورم اند سيمتريك ثيكنينج. وطبعا بالكونتراست هيورينا انهانسمنت اللي بيبرزست في الفينس والديليد فيزز شبه الكولانجيو كارسينوماز وعكس الاتش سي سي اللي بيبقى فيها طبعا رابيد ووش اوت، وده منظر طبعا الجول بلادر كارسينوما، وشايفين طبعا الانهانسنج ماس اللي متشافه جوه الديستندد جول بلادر في السي تي. باختصار شديد الهيباتوبيليري كانسرز هولد ذير ستاند امونج ذا كومن كانسرز اول اوفر ذا وورلد، ات از اوف جريف امبورتانس نوت تو ميس سوتش كانسرز تو جيف ذا بيست هوب اند تشانس فور ا راديكال اند كيوراتيف ميثود. السيرفيلانس في العيانين الهاي ريسك جروب زي مثلا قلنا الليفر سيروزز والاتش بي في في حالات الاتش سي سي، او طبعا العيانين بتوع البرايمري سكليروزنج كولانجيتس في الحالات بتاعه الكولانجيو كارسينوما، باليوز اوف ديفرنت دايجنوستيك موداليتيز از ا كورنر ستون اوف ساتش تيديوس تاسك. اولدو طبعا اي سي تي والام ار اي هم الجولد ستاندرد دايجنوستيك موداليتي، ولكن الادفانسمنت الجديده جدا جدا سواء في انواع جديده من الام ار اي او انواع جديده من الكونتراست او الكونتراست انهانس الترا ساوند، او طبعا المرسيدس بتاع النيو تكنيكس في الاندوسكوبي اللي هو الاي او اس واليو اس اف ان اي الكولانجوسكوبس البروب بيزد كونفوكال ليزر اندو مايكروسكوبي الانترا داكتال الترا ساوندز، دول كلهم بيأكواير نيو انديكيشنز افري داي. Thank you very much for listening وشكرا يعني جزيلا لحضراتكم.